السلام عليكم. كاين بزاف ديال الشباب والشابات حاملين المشاريع، عندهم افكار اللي واعره، افكار زوينه، فقط كيخصهم التمويل، ما عندهمش راس المال نهائيا. وهذه الافكار وهذه المشاريع راها مربحه وراها يعني كيحلم انه يديرها، فقط المشكل والعائق الكبير هو التمويل. اليوم غادي نشوفوا واحد جوج ديال المواقع اللي غادي يعاونوكم بزاف وغادي تشكرون عليهم. مرحبا بكم. يعني قبل ما نبداو، الطلب ديالنا هو يعني واحد الاشتراك للقناه، لانه ديما كنحاولوا اننا نجيب لكم الجديد، يعني كندير واحد المجهود فقط. الخلاص ديالنا هو هذا، يعني اشتراك، واحد الاعجاب وشي كومونتير زوين. واذا باغي تستافد اكثر كترجع الفيديوهات القدام، راه كاين مواضيع اللي غادي تنفعك في حياتك وغادي تشكرني عليهم. بالنسبه لهاد جوج مواقع اللي غادي نشرحو اليوم، يعني خاصه بالناس حاملين المشاريع، يعني الاغلبيه فينا حنا كتلقى خدام موظف او ما خدامش، ولكن عنده واحد الفكره ديال مشروع او ديال شي حاجه باغي يحققها. جوج مواقع، الموقع الاول اللي غادي نهضروا عليه غادي تلقاوه يعني في التحت، اللي هو kiva.com. kiva.com هذا الموقع هذا يعني كيعطيك سلف، تبع معايا، كيعطيك سلف ما بين 1000 دولار حتى 15000 دولار، يعني ما بين 10000 درهم حتى 150000 درهم. هاد السلف كيفاش كيكون؟ كتدخل الموقع، كتسجل فيه، كتحط الصوره ديالك، كتحط دراسه المشروع، يعني كدير المشروع ديالك شنو هو، الخطوات، الارباح، المهم كتحط واحد الدراسه اللي تكون زوينه. هنا الناس كيتعاونوا معك، ولكن كيفاش هاد الطريقه ديال المساعده؟ كيجيو كيساهم، كل واحد كيساهم ب 25 دولار، كل واحد كيعطيك 25 دولار، ولكن سلف. كيف السلف؟ ملي كتجمع انت هذا المبلغ وكدير المشروع ديالك، كتحاول انك ترد لهم السلف ديالهم، يعني كترد الفلوس اللي شديتي. يعني الطريقه راه سهله، kiva.com. الموقع الثاني هو زوين والاغلبيه غادي يمشي ليه، الموقع ديال كيكستارتر. kickstarter.com تلقاوه في التحت. kickstarter.com هو واحد الموقع اللي كيدعم المشاريع ولكن بدون سلف، هو دعم. يعني كيفاش كدير ليه؟ كتدخل كتسجل في الموقع، كدير واحد الفيديو كتشرح المشروع ديالك، اللي هو مشروع مبدع، مشروع زوين، عنده يعني افاق، غادي يعجب الناس. غادي ليه فيديو، صوره مزيان، قادو مزيان وكلشي، شرحو وغادي تحطو في الموقع، وهنا غادي يشوفوك الناس وغادي يعجب المشروع، وهنا غادي يتعاونوا معك. يعني كتجمع المساهمات حتى تكمل المبلغ، ممكن كاع تفوت داك المبلغ اللي باغي انت، وكتبدا المشروع ديالك. وهنا كيف ما قلت لك هذا دعم كيعطيوه لك، يعني ماشي بحال الاول هو سلف، الموقع الثاني كيعطيوك دعم. اللي عجبو الفيديو يعني يشاركوا مع الاصدقاء ديالو، ربما تعاون شباب، يعني الناس يستافدوا على يعني اكبر عدد ديال الناس بغيناهم يستافدوا من هذه المواقع. هنا باش نتعاونوا مع بعضياتنا، الا اي واحد نجح ليه مشروع راه يخدم مع ناس، يعني غتنقص البطالات، تنقص شحال من حاجه، داكشي هذا هو الهدف ديالنا، داكشي اللي بغينا. نشوف سالوا اي حاجه خلينا في التعليق. تحياتي لكم.